بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنشرح لكم إن شاء الله كيف تصوير القدم. فالقدم معه ثلاث وضعيات، اللي هي الأيبن واللاترال معنا الأوبليك. طبعا بنروي لكم الحين هنا الأيبن الترير والترير تكون كده، بس ما شايفيني في الصورة، وتكون كذا هذه الايبي. مرة تكون واقف على الطاولة جالس، فرق الحقل ممتدة كذا، بطلع الصدى هنا، بتخلى على كذا هذه الايبي معانا. اللترال اللي هي الجانبية كذا، بتكون كذا هذه اللترال الجانبية. أما الأوبليك فلازم تكون كذا، الأوبليك لازم تكون كذا بهذا الشكل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا شرح مختصر إن شاء الله تفيدكم إن شاء الله.